أهلا بكم في استعراض الأحداث والمصطلحات الاقتصادية في أكاديمية تعليم التداول للمستثمرين. مصطلح اليوم هو توقعات الاتجاه. توقعات الاتجاه هي وسيلة معقدة ولكنها مفيدة للنظر إلى المبيعات في الماضي أو نمو السوق وتحديد الاتجاهات المحتملة من تلك البيانات واستخدام المعلومات لاستقراء ما يمكن أن يحدث في المستقبل. يستخدم خبراء التسويق توقعات الاتجاه عادة للمساعدة في تحديد احتمال نمو المبيعات في المستقبل. يمكن للعديد من مجالات الأعمال التجارية استخدام التوقعات، ويمكن لدراسة هذا المفهوم من حيث صلته بالمبيعات أن تساعد على فهم هذه الوسيلة. توقعات الاتجاه هي توقعات كمية، وهذا يعني أنها تستند إلى أرقام ملموسة على أرض الواقع من الماضي، وتستخدم هذه التوقعات سلاسل بيانات زمنية، وهي البيانات التي تحدد القيمة العددية على نقاط زمنية مختلفة. عادة يتم رسم هذه البيانات الرقمية على الرسم البياني بحيث يحدد المحور الأفقي الزمن مثل السنة، ويحدد المحور العمودي البيانات المستخدمة لرسم المعلومات التي تحاول التنبؤ بها مثل مبالغ المبيعات أو عدد الأشخاص. هناك عدة أنواع مختلفة من الأنماط التي تميل للظهور على الرسم البياني للسلاسل الزمنية. التحليل الفني هو وسيلة لتوقع حركة الأسعار واتجاهات السوق المستقبلية بناء على دراسة الرسوم البيانية لتحركات السوق في السابق. يهتم التحليل الفني بما يحدث في السوق بالفعل وليس بما يجب أن يحدث، ويأخذ في الاعتبار سعر الأدوات وحجم التداول، ويشكل رسوم بيانية من هذه البيانات من أجل استخدامها كأداة أولية. إحدى أكبر ميزات التحليل الفني هي أنه يمكن للمحللين الخبراء متابعة العديد من الأسواق والأدوات في وقت واحد.